ده قص اللحم اللي كنت عملت الفيديو عليه، اللي هو نسيت السلاكة مفتوحة وفقس الزغلول. شوف حضرتك الزغلول الوقت عمره 14 يوم، والاهالي لحمت على 12 يوم. يعني لو شفنا الذكر رائد اهو على الحصويتين، دليل ان هما لحم من 12 يوم. حصويتين بتوعه رائد على حصويتين، وده الزغلول اللي احنا معرفناش ايه اللي كان بيهاجمهم وكسر البيضة التانية يومها. تعالى اقولك ايه اللي تعمله علشان الحمام يلحم من 12 يوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهارده زي ما قلنا الحمام هيلحم على 12 يوم، لكن ايه اللي خلاني عملت كده الفيديو ده؟ انا عملت فيديو ده قريب، من فتره قريبه، لكن هنعيد الفيديو بطريقه تانية، لان جاني سؤال ان حد بيقول لي، مش فاكر هي واحد او واحده، تقول ان هو الحمام عندها او عنده بقاله سنه مش بيبيض، سنة مش بيبيض، شاري حمام والحمام مش بيبيض. فطبعا سؤال غريب جدا، سنة كتير جدا. فأنا قلت ممكن يكون انت شاري الحمام كبير أو زغليل. قالت كانت شاري حمام كبير وحمام زغليل وزغليل، فالكبير مش بيشتغل والزغليل اشتغلت. طب هنا قلت يا إما الحمام الكبير اللي هي شارياه، يا إما ذكورة، يا إما حمام عطال كان شغال للتحضين بس. فرديت على السؤال بناء على كده، لكن برضو من هنا جت لي الفكرة إن أنا أعيد الفيديو ده ووري لك الحمام اللي احنا شفناه، الحمام اللحم اللي هو بيلحم على 12 يوم رغم ان احنا مش في موسم انتاج. في حمام قالش دلوقتي كتير، معظم ما تلاقي عندك هتطلع تلاقي الريش مالي المكان، ده دليل ان الحمام قالش ومريح دلوقتي، واحنا في عز الحر، وفي ناس اصلا بتعزل الذكور عن النت فبتريحها كده كده. فالحاجات اللي انا هقول لك عليها دي تاكد ان هي اللي الحمام هيلحم فعلا العش في العش، ومش هتلاحق تبيع زغليل ومش هتلاحق بيض، الحمام مش هيبطل بيض طول السنة يا جماعة. طيب زي ما احنا شفنا الفيديو اللي قبل كده، هنقرب كده نشوف الكلفة. بداية نجيب من البداية الكلفة بتاعت الحمام يا جماعة، لازم تأكل الحمام. بالمناسبة هي بتقولي انا بأكل عيش وقمح وعلف. لا طبعا انا بقول مش كفاية، ممكن تحط القمح مضاف للاكل زي كده اللي احنا بنعمله، القمح او اللي هو الغلة بنقول عليه في مصر، والعلف بنسب بسيطة، لكن مش كل الاكل، والعيش طبعا اللي مفيش فيه تغذية الكافية للحمام. طيب هنقول برضو واحنا بالمرة كده نقول ايه الكلفة المتوازنة للحمام، او انا بعملها ازاي الكلفة اللي انا بعملها. طب هقول لحضرتك ازاي. لو انا هنقول اول مكوناتها، هي المكونات بتاعها فيها فول. اخواننا اللي في الخليج كان نفسي يكون عندهم الفول ده، سألوني، حد سألني سؤال ان هو بيأكل الفول السوداني، لا طبعا الفول السوداني جدا غالي جدا يا جماعة، عندنا ما ينفعش نأكله للحمام. ده الفول اللي هو اللي بيستخدم في التدميس، والفول المصري ده اللي بيستخدم في التدميس. والبسلة انا بفضل البسلة الخضراء، ما بفضلش البسلة البيضاء، خضراء يعني جافة بس اللون الاخضر ده، مش اللي هي البسلة البيضاء. تمام، يبقى كده الصنفين دول. في كمان الذرة الاصفر والذرة الذرة الاصفر المجروش خشن او حب سليم اللي هو زي حبات الفشار، وذرة الحمام والقمح. بقى كده قلنا المكونات كلها اللي هي الاساسية. ممكن تضيف عليها العدس، لكن انا ما بضيفش العدس غير في الشتاء، بس في الشتاء عشان يدفي الحمام، لكن في الصيف العدس بيسبب لهم الجدر يا جماعة او الجص يعني، فالعدس حامي فاحنا بنبعده في الصيف وبنضيفه تاني مرة تانية بنرجعه في الشتاء. طيب هنقول مكوناتها بسرعة كده. لو انت مثلا استخدمت 5 كيلو ذرة حمام، 5 كيلو ذرة حمام، هتجيب عليهم 2.5 ذرة اصفر و2.5 غلة او اللي هي القمح،
وهتحط عليهم كيلو ونص فول وكيلو ونص بسلة. دي اللي انا بعمله، كيلو ونص فول وكيلو ونص بسلة، دي الخلطة المثالية او الكلفة المثالية بالنسبة لي. بالنسبة لكل حد له حاجات تانية باضافات تانية. طيب انت عارفنا خلاص الايه الكلفة المناسبة. طيب في اللي هو معانا كمان بيضاف عليها طول السنة يا جماعة، هو ده السر اللي احنا عملنا عليه الفيديو ده، اللي هيخلي الحمام عندك يبيض طول السنة ومش هيبطل انتاج، ومش هيبطل حتى في موسم القلش، حتى لو مش حمام لاحم. هتقولي هو حمام لاحم؟ لا، هو في برضه عندي الزاجل برضه بسم الله ما شاء الله، واللي مش مصدق يشوف فيديو مزاد الزغاليل اللي انا كنت عامله لسه الاسبوع اللي فات، هيدور في القناة هتلاقيه من اواخر الفيديوهات في القناة. ثنائي فوسفات الصوديوم، بتحط معلقة اكل كبيرة على 5 كيلو من اكل الحمام اللي هو ده، تمام؟ يبقى كده حاجتين، الكلفة وثنائي فوسفات الصوديوم، ده اللي هو الاساسي. ده جماعة طول السنة تستخدمه على كل الاكل طول السنة. بيحصل عروض عند الحاج اشرف قدرت بيعمل عروض عليه، فيعني معرفش الوقت اعمل عروض ولا لا، فهو بيبيعه رخيص جدا. كان بيبيع كيس ب10 جنيه، واللي ياخد كيسين ياخد عليهم كيس هدية. معرفش لسه العرض ده ولا لا، نتمنى ان هو يستمر العرض. الحاج اشرف خضير يرجع لنا العرض ده تاني، لان ده مهم جدا يا حاج اشرف. طيب معانا كمان جروفيت بلس بتستخدمه 3 ايام في الشهر، وفي السيلينيوم برضو 3 ايام في الشهر. سيلينيوم طبعا المستورد، مش اي سيلينيوم يا جماعة، سيلينيوم المستورد هتلاقيه هولندي او هتلاقيه ايطالي، المهم السيلينيوم المستورد. شوف حضرتك ده هولندي، في منه باللون الابيض، فما تدققش في حكاية الالوان دي. ان لقيته اصفر ماشي، لقيت الابيض اللي هو الايطالي ماشي، ما فيش مشكلة. يبقى احنا قلنا ده 3 ايام وده 3 ايام بس في الشهر، مش اكتر من كده، تمام؟ ده برضو طول الوقت زي الاكل التلات اصناف دول يا جماعة. اهم نبعد كده، نفتح الكاميرا. ثنائي فوسفات الصوديوم مع الاكل او الكلفة مع التحديق ده يتحط في طاجن او في اكالة طول السنة طول الايام، ما ينفعش تشيله من قدام الحمام. كده نجيب الخمس حاجات كده، خد المنظر ده احفظهم كده عندك، الخمس حاجات دول، ونقول لك ان الحمام مش هيبطل بيض ومش هتلاحق بيع زغليل طول السنة. كده اكون خلصت موضوع الفيديو. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.